الا لما هتبص انت موقفك ايه. نمره واحد موقفك ايه بمعنى ايه؟ بموقفك، انا دلوقتي لما باجي ادي تمويل في حاجه اسمها تحليل او جداره ائتمانيه او تصنيف ائتماني تحديدا، ايوه انت تصنيفك الائتماني في انخفاض بنتكلم في بي، ايوه ولكن انا هنا في اي التزامات عليا انا كدوله كمصر كاقتصاد مصري لم اقم بسددها، وده لم يذكر في تاريخ مصر، وبالتالي العامل ده من احد العوامل المهمه اللي بتساعد المؤسسات الدوليه انها تشتغل معاك وهي مطمنه. ليه؟ إن لان شاء اساسا الله مش هنتأخر عن تسديد أيدين على مصر، إن شاء الله كله هيبقى في ميعاده بالدقيقة والثانية بإذن الله يا دكتور أحمد. اتفضل. والمهم كمان اللي احنا عايزين نأكد عليه ان اصلا لما بتيجي المؤسسات دي بتمنحنا التمويل، هي مش بتروح تديك تقول لك خد فلوس كده واشتغل، لا، هي الفكره كلها بيبقى في خطه، في دراسه محطوطه بلان بنشتغل عليها، يعني انت مش تاخد فلوس تحطها في اي نعم. مجال، لا، عشان بس نصحح المفاهيم، عشان بس الناس كتير بتقول احنا معتمدين على القروض، احنا معتمدين على القروض عشان احنا بنتوسع، عشان احنا بننمو، احنا أيوة. لو بصينا لعنصر واحد بس يا فندم، احنا بنتكلم في حوالي 105 مليار تحديدا، 105 مليون انا اسف مواطن، طب الناس أيوة. ديت مش بتحتاج مصانع، محتاج نعم. يبتدي في مدن، محتاجين حاجات كتير، فكل التمويلات اللي احنا بنحصل عليها عشان نتوسع عشان نوفر كل ده، مصر ابتدت تخش تغزو الصحراء لو ناخد بالنا، نعم. ابتدى يبقى في مدن جديده، ابتدى يبقى في ترع بتتشق جوه الصحراء، نعم كل نعم الامور دي ما هي هتحتاج تمويل، لان احنا ايوه عندنا في فرق دايما لو ناخد بالنا وكلنا عارفين الموضوع دوت، في فرق ما عندنا دايما في الموارد بتاعتنا ما بين الصادرات والواردات، لان احنا في صحيح. الاساس بنستورد اكتر ما بنصدر. طيب الخبر الثاني دكتور احمد عن الفيدرالي. فيدرالي المفروض تتوقع هيثبت الفايده ولا هو هيزودها ولا ايه؟ الفيدرالي دلوقتي عنده مشكله كبيره جدا، تمام؟ ايه هي المشكله اللي عنده يا فندم؟ يمكن احنا لما كنا مع حضرتك في الحلقه بنتكلم عن موضوع الثلاث بنوك اللي حصل عندهم اشكاليه، نعم. هنا هو هنا مع تصنيف القطاع المصرفي في امريكا اللي نظره سلبيه، هو هنا عنده اشكاليه. انا ان دي دلوقتي برضو مش قادره افهمها، خد بالك دكتور احمد، ده اتفضلي. هم اللي عندهم المكنه، ايوه يعني هم بلد الفلوس، هم بلد الدولار، يعني ايه تصنيفهم؟ يعني ما شيء هو بص غريب. اللي بيحصل ايه، انا كمؤسسات تصنيف ائتماني لما باجي اشتغل انا ببص هل القطاع مستقر ولا مش مستقر، ايوه طب هل اللي هو في ستابيليتي بمعنى اصح اللي هو من ناحيه ايه، هل البنوك اللي شغاله دي فيها اي انهيارات، فيها اي افلاسات، هل هي بتوفي بالتزاماتها في التوقيت المطلوب ولا لا. أي الاشكاليه اللي حصلت عندهم من الثلاث ازمه انهيار الثلاث بنوك دي اثرت عليهم، ده نمره واحد. ليه؟ لان كان من اهم الاثار اللي خلى او اهم العوامل تحديدا اللي ادت لحدوث الاشكاليه دي مسلسل رفع الفايده اللي احنا شفناه خلال العام 22. طيب بس واضح ان هم مش هيتعلموا من ما هو الحكاية بقى زي ما الفكره بنقول. هنا، هم هنا دايما بيشتغلوا باستراتيجيه كده او بنبص لها دايما كده بمبدا عندهم انا هفضل شغال زي ما انا عشان اقلل التضخم وارفع معدلات الفايده بتاعتي ايوه لحد ما تحصل اول مشكله، وادي اول مشكله حصلت. فهو المشكله اللي عنده دلوقتي ان هو يكمل في مسلسل الرفع، فلو هو كمل في مسلسل الرفع في ضوء الاشكاليه اللي هو موجود فيها دلوقتي وفي ضوء ايوه الاحداث الكتير، فارى ان الرفع هم كانوا متوقعين انه يرفع 50 نقطه. وده اللي كان واضح من وفقا للتصريحات الصادره عن رئيس الفدرالي الامريكي، ولكن تقديرك احنا ايه؟ اللي انا شايفه دلوقتي مع الامور دي لو ما ثبتش هيرفع في حدود 25 نقطه، يعني ده بحد اقصى انعكاس يعني. ال 25 لو حصل بقى، يعني التثبيت نفهم يعني مجازا كده انه الوضع هيبقى شويه مستقر، لكن في حاله الرفع ال 25 في حالة انعكاس الرفع ده ايه؟ ده هو الهدف منه زي ما قلنا في البداية ان هو بيستهدف ان هو يقلل معدل التضخم اللي هو حاليا لا متجاوز انا 2%. بتكلم انعكاس ده ايه على الدول العالم. على دول العالم طبعا هو كل اللي بيعمله ببساطة شديدة لما بيجي يزود فايدة على الدولار بالتالي بيزود الاستثمارات او كل اللي بيدوروا على الاستثمار في العملة نحو الدولار، وبالتالي هو بيجتذب المزيد من الاستثمارات ناحية الدولار وبيأثر بشكل سلبي على أداء العملات الأخرى على مستوى العالم كله، ده بشكل واضح وبسيط خالص كده. فالفكرة ده هيكون ليه انعكاساتها طبعا على الأسواق وعلى رأسها طبعا الأسواق الناشئة اللي احنا من ضمنها مصر. ايوه الانعكاس بقى هنا تقصد ارتفاع سعر العملة أكيد طبعا، تقصد. لأن احنا لو شفنا العقود الأجلة وصلت ل 40 جنيه يا فندم، تجاوزت ال 40 جنيه. الدولار تجاوز 40 جنيه، فبالتالي هنا ده برضه يعني ابتدت اهي البدايات بتشير لهذه النقطه، ولكن احنا برضو عايزين نقول ان احنا برضو مع الحراك اللي بيحصل باذن الله يعني ما يكونش في ارتفاع في سعر الصرف يعني كبير في الفتره اللي احنا فيها دي، لان احنا بنتكلم دلوقتي في البنوك 30 او في السوق المنظم 30 بوينت
70 تقريبا، مقارنه طبعا في فرق جاب ما بيننا وما بين السوق الموازي، وباذن الله يعني ما يبقاش في ارتفاع في القطاع او السوق المنظم بنسبه كبيره يعني. ايوه. وتتوقع ايه؟ انا برضو كل ده بسالك. يعني في حته ارتفاع سوق سعر العمله يعني هنكون يعني نرى ان هيكون في ارتفاع ولو بنسبه ما تقلش عن 10% خلال الفتره الماضيه، لان العديد من المؤسسات الدوليه توقعت ان هيبقى في فعلا ارتفاع في سعر الدولار امام الجنيه في الفتره الحاليه اللي احنا فيها ديت، وده زي ما قلت لحضرتك كان واضح جدا من ارتفاع اسعار العقود الاجله ان هي تجاوزت 40. ده يخليني اسال حضرتك، هل في اخبار جديده عن شهاده ال 18% اللي خلاص استحقتها خلصت؟ هي استحقت خلاص. ابتدت بقى ال 750 مليار ابتدت خلاص كده خرجت من ال 18%، وحتى هذه اللحظه يمكن كنا اشرنا برضه في حلقه سابقه مع حضرتك ان لو ما فيش شهاده 18% فبالتالي هنا العملاء هيبتدوا يتجهوا الى الاوعيه الداخليه اللي موجوده، لان هل تتوقع انه يتم طرح شهادات جديده بفائده عاليه؟ هو الفكره عن ال 18 طبعا. لا اللي احنا شايفينه ده هيكون الشهاده الجديده بعد اجتماع لجنه السياسات النقديه اللي هو في 30 اللي هو في اخر الشهر الحالي 30 مارس اللي جاي دوت اللي بعد الخميس اللي جاي اللي بعده. وبالتالي هنا لو حصل زياده وده متوقع بالنسبه لنا هيكون في شهادات، ولكن برضو خلينا ناكد على نقطه مهمه يا فندم، احنا بنتكلم في تضخم، بنتكلم في 30% عام و40% اساسي. مهما كان حجم الشهادات لما نيجي نقارن حتى لو 25% برضه التضخم بيأثر فيها، فبالتالي طبعا الفكره كلها احنا بنبص بقى لايه، مش ادخار اكتر من استثمار، وهو ده اللي عايزين نبص له اكتر عشان يبقى في مردود او انعكاس على القطاعات الاقتصاديه جوه الدوله. ايوه ده الاهم. خلينا نتابع مع حضرتك الموقف. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي.